لو انا عايزه اتعلم ممكن تعلمني؟ بص هقول لك على حاجه حلوه قوي. في ناس كتير قوي بتطلب مني الموضوع ده، بس عايزين ينطوا لليفل مثلا 10 على طول. اللي هو اقطع واحد بالمنشار اوكي على انت طول. انت لازم لما بتيجي تجيب اي اله تعزف عليها بتعمل ايه؟ بتبتدي تتعلم البيزكس الاول، واحده بعد كده واحده واحده تطلع الموسيقى كامله، تسمع اي اغنيه تطلعها بسرعه. ده بالظبط اي مجال عايز تتعلمه. طب وايه البيزك بتاع الالعاب؟ تمارين كتير، ده في تمارين للصوابع نفسها بتتعمل باستمرار عشان تبقى صوابعك اسرع، ففي حاجه كتير قوي. طب يعني فادي معنى كده انه مفيش لعبه سهله او لعبه صعبه، او يعني ممكن حركات أنا سهله او صعبه، كله محتاج تدريب؟ كله محتاج تدريب، وبلس ان انت ممكن تبقى لعبه السر بتاعها تافهه قوي، بس اداء الشخص اللي بيعملها قوي، فانت بتشوف اللعبه واو ما تلمحيش بالظبط. ممكن لعبه قويه قوي اداء معين شخص يعمل تحسيش. طب فادي معلش عايز اسالك سؤال، يعني احنا لما بنيجي نتفرج على العاب خفه اليد دي احنا بنبقى بنحاول نركز جدا مع الشخص نفسه، هنشوف الحاجه مخبيه فين، الارنب اللي هيطلعه من دراعه، نشوف هو هيعمل، احنا متوقعين ان هو في خدعه بيعملها، هو بس احنا للاسف ما بنكتشفش الماجيشن بيبقى عارف ان الناس اللي قدامه مركزه على ايه بالظبط، فهو بيلعب على دي. يعني مثلا يا جماعه بصوا دايما بنفكر ايه اللي بيطلع حمامه من البتاعه ده، فاحنا ايه نفضل ندور، نبص على كمه، نبص على الجاكيت بتاعه مثلاً، نبص مش عارف هو في حاجه وراه ولا لا، يعني عينينا مش جوه المكان ده حواليه. ومن مواصفات الساحر عامه بيبقى شخص ذكي او شخص لماح وعنده سرعه بديهه كده، فبيعرف يقرا الناس اللي قدامه بسرعه. يعني ممكن من لعبه معينه انا فهمت الشخص ده بيفكر ازاي او بيركز على ايه في ايديا، فانا في الالعاب الثانيه بخلي بالي.